يوم يمشي ورا العيال. عايز اتجوز عايز اتجوز. امشي بكرامتك في جنازة وما تمشيش خالص في جوازة. ليه تخلي واحد ملهوش عازة يقسم عليك؟ مش عايزينك كده تتوتر، كتر خيرك برنامج عايزه اتجوز. حلقه النهارده غريبه قوي. عريس رايح يتقدم لعروسه بس واخد واحد صاحبه، فالعروسه هتعمل ايه؟ هتعجب بصاحبه؟ ايه اللي هيحصل؟ تعالوا نشوف. ايوه عليكم السلام. اهلا عصفوان. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل. عليكم السلام وكده. انا سهل. اتفضل. معلش اسف كنت في السطوح فوق. الله يظبط الليله. اتفضلوا اتفضلوا. هتجوز. اهلا بيك. هتعرف بحضرتك ايه؟ في حمام. معلش بس اطلع الحمام اللي فوق عشان ده هنطلعه فوق برضه. اتفضل. الحمام ده كمان هيطلع فوق. فاطلع اللي فوق على طول. اتفضل. ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. اهلا بيك. اهلا بيك. هو الحاج والحاجه مش جايين ولا ايه؟ هو بس اول مره بس يعني جه ورا حضرتك كده تشوفه يعني ان شاء الله. عشان لو في باذن الله ربنا يكرم قبول او حاجه، بس المره الجايه يجي باذن الله نجيب الحاج والحاجه يعني ان شاء الله. انا قلت له الصراحه يعني قلت له ممكن تجيب القلي بس انا عايز اشوفهم بس ويشوفوني وكده. تمام. بس حضرتك تقرب له ايه؟ انا مش قريبه. امال؟ انا صديقه في الشغل وصديقه بره. تمام. هو كان عايز يجيب الصراحه حد يعني قريبه، قال لي بس انا بثق فيك قوي. وانت بتثق فيه برضو؟ بالظبط والله. انا عشان كده بص الفكره والله في حاجه يعني. هو عثمان من الناس الكويسه، انا افتكر في مجال الشغل وفي مجال اللي بره. فهو لما جه قال لي انا في واحده بنت خالي يعني كويسه وشفتها ومحترمه ومتدينه. تمام. فدي الفكره اللي خلتني يعني ابقى متشجع ان انا اجاوب معاه يعني في حاجه زي كده. بس وان شاء الله يعني. ايوه بس هنا انت عارف ان في التزامات، هنا هتحصل اتفاقات خطوبه وجواز، ده اذا وافقنا على بعض يعني ان شاء الله. والالتزامات دي لازم بتاخد شكل تنفيذي كده يعني. فهو جاهز للكلام ده ان شاء الله؟ انت متجوز؟ انا خاطب. ما شاء الله. هتجوز ان شاء الله الشهر اللي جاي باذن الله. ما شاء الله ربنا يتمم لك بخير. وايه انتوا مكلفين نفسكم كده؟ ادي اقل حاجه والله يعني. اقل حاجه ايه دي بقى؟ شوكولاته. شوكولاته. الله الله. بس سمى بنتي بتحب الشوكولاته قوي. لا والله. طب كويس. ازاي كويس. كل شويه تقول لي بابا هات لي شوكولاته هات لي شوكولاته. كنا جبنا لها بقى المره دي، المره الجايه ان شاء الله نجيب لها شوكولاته. والله كل ما اخرج هات لي شوكولاته هات لي شوكولاته. ربنا يبارك لك. اهلا بيك. بس ف هي دي من 150 ولا دي بكام؟ 150. 150. اكسبشن. لسه مشتري واحده ب 150 لبنتي اول امبارح. والله. نفسها هي ولا ايه؟ لا انواع بقى ثانيه. ما اصل هي الوان، في بقى الاصفره والاحمره وكده. كذا بلد، الصين، في سنغافوره بجيب ساعات من سنغافوره حاجات يعني، كل بلد كده بجيب منها حاجه. الهند ساعات بجيب منها. تمام. بس الصين اكتر بلد. تعالي يا بسومه حبيبتي. تعالي بنتي. هاي. يا سهلا. ازيك؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله. مين؟ جلال ابن خالتي. هاي. لا صاحبه ابن خالته. لا ما تقولش ابن خالتك لان انا سالته قال لي صاحبه يعني هو فاهم اخويا اصلا. قول الحقيقه عشان ده جواز. اولها ما انت عارف مش بحب الكذب. لا بيخاف اصلا اخويا يعني فاهم يعني داخله اوريدي. لا لا لو قلت له ان انا مش ابن خالتك ده جواز من اولها كده خليك صريح. لا هو فاهم اخويا الكبير والله. بس ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. تمام انت بتشتغل فين؟ صلاه. اهلا بيك. امال فين بابا وماما؟ لا ما يعني ان شاء الله القعده الجايه يبقى في ايه وماما يعني. احنا لسه نستنى القعده الجايه عادي التعارف يعني. يعني المفروض كنت جبت بابا وماما يعني. ما هو ان شاء الله ربنا يكرمهم لو في عشان لما نيجي نتفق على اتفاقات حاجات يبقى بابا وماما موجودين عشان ما يبقاش كلام عيال صغيرين وبعد كده نرجع فيه. لا لا ولا ايه؟ مفيش كلام يعني. شوف حضرتك والاستاذ ولاد حضرتك يعني
وشو هتلفوا عليه ايه وريدي يعني هو قال حاجه خلاص انا هقول الكلام يعني ان شاء الله. اه دي ايه الشوكولاته ب 150 جنيه من اكسل. انا بنت خالتي لسه كانت برضو واحد بتقدم لها وكده كانوا بيحبوا بعض وكده جايب لها خاتم سوليتير ان شاء الله. لا دي ان شاء الله يعني المره الجايه من اهله كده دي عاده تعارف يعني. وبعدين ايه ذوق القميص ده؟ حلو؟ وحش قوي. ده ذوق مين ده؟ نعم؟ ده ذوقي انا. ذوقك؟ هو ان شاء الله حبيبتي هيجيب لك احسن من خاتم السوليتير وبعدين صاحبه معاه هو بيقول له انه واثق فيه جدا وضامنه يعني الموضوع ان شاء الله متحقق متحقق يعني ما تقلقيش من اي حاجه. احنا هنتفق على التفاصيل وكل حاجه اهم حاجه انت بس يعني موافقه هو خريج ايه بيشتغل ايه كده. مبدئيا انا موافقه بس ما هنشوف الاول هيعرف يجيب الطلبات ولا لا. اللي هي ايه الطلبات دي؟ اهو بابا بقى هيقول لك. انت خريج ايه؟ كليه تجاره. اه طيب احنا مثلا لو جينا قلنا مثلا دخلك يبقى في حدود كام في الشهر؟ ده من ضمن الطلبات ولا ده؟ لا نعرف بس دخلك. دخلك ايوه عشان هتفتح بيت ازاي مش لازم نعرف دخلك ايه؟ شايف ان هي هتفرق يعني. بلاش انت مكسوف جلال دخلك طيب انت. هو دلوقتي افرج الدخل بتاعه مثلا في الشهر من 5000 ل 6000 جنيه ده اوريدي الشغل بتاعه. اه بس ان شاء الله ممكن يعمل حاجه. هو انت هو انت اللي بتتكلم مكانه مش هو المفروض هو اللي يتكلم عن نفسه؟ قريت هيبقى لي ممكن اتكلم. اه لا بس هو العريس هو اللي يتكلم عن نفسه. انا مش حابب اتكلم عن الدخل. لا مش شايف ان هي ليها لزوم انتوا تتكلموا عن الدخل يعني من اولها كسوف كده. لا مش مكسوف عادي يعني جاي وبتاع وانا صاحبه بسبورته كده بس يعني اوكي يعني ماشي انت صاحبه يعني بس هو المفروض هو يتكلم يعني حتى هو لما جيت قال لك كان هيتكلم فقلت لك ادي ممكن اعمل يعني حتى مش حد من قرايبه عشان يتكلم عنه لا انت صاحبه صاحبه بس صاحبه قوي بس يعني صاحبه في الاول وفي الاخر يعني ايه لما بابا يتكلم وجه له الكلام طيب هو قال كده اتفضل. انا عايزك انت يا جلال ترد عليا انت دخلك ايه؟ دخلك كام؟ انا داخل دلوقتي 6000 مثلا في الشهر. 6000 تمام يعني ماكسيمم كده حوالي قد ايه؟ حسب يعني لسه ان شاء الله في داخل على ترقيه باذن الله برضو هاخدها المفروض شهر 5 وراتبي ممكن يزيد تاني برضو عن 6000 جنيه يعني بس تمام بلس ان انا في يعني هعمل حاجه برايفت بزنس كده بتاعتي وريدي برضو ان شاء الله هتوصل الدخل بتاعي بس. طب انت هو دخله اكتر منك ولا انت دخلك انا دخلي اكتر منه دلوقتي انت اكتر منه؟ اه طب انا هو راجل بشغله يعني المفروض اوافق عليك انت هو احسن مني اساسا امال ايه يعني احسن مني انا اصل عايز حد لبنتي دخله كبير ما هي مش فكره دخل ان حضرتك لو جينا اتكلمنا في حته الفلوس دي فهي الفلوس ممكن دلوقتي يبقى معايا فلوس بس اوريدي ممكن ما تبقاش معايا في لحظه بس فالفكره مش فكره فلوس هي فكره ان بني ادم يكون راجل والفلوس دي اوريدي يعني ممكن عادي ممكن تبقى موجوده ده رزق يعني 24 مرات ربنا مديهم لك اساسا فاوريدي متقسمين. طب انا العريس انا هسالك سؤال عن العربيه تمام بس عايزك انت اللي تجاوبني. لا لو هي عايزه ان هو يجاوب مش هجاوب. لا انا عايزك انت. انا مش قادره افهم هو انت ليه مش حاططني في الصوره يعني عملت انا بقول له انا عايزاه هو اسمع رايه عشان انت تشوفه هو لايق ولا لا فتقول له لا اساليه هو طب اساليه هو حضرتك وجلال يجاوبني اتفضلي. وبعدين هو بيقول لك هو دخله اعلى بيقول لك مش عارف ايه فبيتكلم بيفتح كلام معاك يعني. طب اساليه حضرتك على لا حضرتك ممكن تقعدي معايا مفيش مشكله تتكلموا مع بعض وتتكلمي مثلا في ديتيلز او وانتوا ايه تتكلموا لا مع بعض؟ لا لسه لا ما هنا هيبقوا قاعدين هنا لا احكي لي بيها ازاي لا خالص خالص لا ازاي معاك في نفس الاريا يعني في نفس بابا تعالى عايزك ماشي يا حبيبتي بعد اذنك اتفضلي طب استاذنكوا دي اتفضل انت كسول خد بونبوني ماشي بونبوني ممكن نتكلم عن فيلم اللي هو ايه برضه؟ مش عارف ايه؟ قلت له عادي لا مش عارف ايه بس انا صعب مش عارف ايه. وانا بقول لك كده اللي انا
حاجة صعبة. يا عم حلوة ممكن شعر مش بطلش مقصر. لا يا عم مش بطلش مقصر. يا عم لا احنا اسفين لو تقرر. لا يا فندم. طيب انا تشاورت مع بسمة بنتي فوق واتكلمنا وهي قالت لي يعني انا عايز حد يدخله علي. اوكي انا بصراحه مرتاح لك يعني انت شخصيا. لا مش شغل. ايه يعني انا كشخص يعني كجلال. لا انت دخلت قلبي يعني ليه بقى. ربنا يخليك. انت اصلك صريح. تمام. هو مش صريح. هو بيلف ويدور. مش بيلف ويدور بس حضرتك عارف اكيد انت بتتكلم دغري. هو عارف كويس ان انا بحب الصراحه. تمام. والوضوح. وهي بنتي قالت لي انا شايفه ان جلال صريح وبيتكلم على دخله يعني انا بساله عندك عربيه انت اللي بتقولي لا انا عندي عربيه. لا انت دخلك كام؟ عنده عربيه. ايه؟ عنده عربيه شاهين سايك ما سالتوش في حته العربيه دي بس هو عنده عربيه قوي. طيب استاذنك هو عنده عربيه ايه شاهين؟ شاهين. وانت عندك عربيه ايه؟ الايروس لسه انا على قد يعني فما فيش اي حاجه انا ممكن اركب العربيه اللي انا عايزها اوريدي بس هبقى بقى في واخد لون مثلا بتاع مش عارف ايه بشوف الحاجه اللي على قد يعني. كل واحد بيبقى ليه طموح اوريدي وكل واحد بيبقى عايز يبص لمستوى احسن. بس انا الحمد لله حته الحسبه ال 24 اورات دي الحمد لله مخليني ساتسفايد او يعني مستريح في حياتي اصلا لكن كانت الدنيا متقسمه 24 اورات. تمام. طب فلوس بس او حاجه انا حاسسلك بس قوم ثواني بعد اذنك. بعد اذنك. قوم فين ثواني بس سريح قدامي بس عشان بس عايز اتكلم في حاجه معلش ثواني بس قوم حبيبتي تعالي هنا. لا معلش ثواني بس هكلمك بس عشان ما بتفي بس لا ثواني لا بعد اذنك ثواني بس معلش لا تعالي هنا بس احنا بنرتب القعده معلش هو الفاضي ده لا تعالي يا بس بعد اذنك بعد اذنك تعالي يا بس ثواني بس هتكلم انا دلوقتي سيبيني انا برتب انا اللي برتب يا حبيبتي والله والله انا اللي برتب ولا شايف مصري استريح ثواني لا مش استريح حضرتك استريح بس ثواني انا بس انا مش استريح انا مش شايف طب معلش انا طب بس طيب ماشي استاذنك بس موبايل بس من فوق طيب بس استاذنك ثواني تعالى دي واحده انا هقول لك على حاجه بيني وبينك بس تعالى ثواني بص احنا الاتفاقات الماديه اللي بينا وبين بعض لازم نبقى ايه فاهمينها مع بعض. ابوك اسمه ايه؟ انت اسمك ايه؟ استحاله الامين قوي ده مش ده اقل حاجه عندها بجد؟ انت خاطب؟ بجد؟ خاطب مين؟ خاطب واحده بجد ولا بتقول؟ اه والله خاطب ليه كده بس؟ هي الفكره في ايه بس يعني انت اوريدي بس عشان الولد يعني وكده وده صاحبي اصلا وموقف مش عاجبني. طب ليه مش عاجبك ليه؟ مش عاجبني الموقف اللي حصل بس انا عجبت بيك. اوكي مفيش مشكله يعني على دماغي اكيد اوريدي الكلام بس مش انا مش عاجبني الموقف اللي حصل اوريدي اصلا ليه طيب؟ على فكره انت يعني انت مثلا كومنت اول حاجه على القميص بتاعه مش عارف هو مش عارف بتتكلمي في فلوس وحاجات كده يعني اوريدي فاهم ف مش شايف ان دي حاجه كويسه يعني فاهم ان انت تصغري من بني ادم اوريدي يعني هو لو مش عاجبك من الاول خالص انت ممكن تقولي بس هو ما ينفعش بص او مثلا ما تديلوش المجال اساسا من الاول خالص ان هو ممكن يجي يتكلم. طيب هقول لك حاجه المفروض ان يبقى في مثلا ذوق في وهو جاي مثلا يعني يلبس قميص شبه كده يعني يبقى عارف بيختار ايه وبعدين ماشي عديت موضوع الشوكولاته كان سعره قليل وانت فضحته طبعا لا هو كان عارف اوريدي وانتوا عارفين واحد اكتر حاجه اكتر حاجه عجبتني فيك صراحه مش فكره والله صراحه او بتاع بصي هو البني ادم يعني اي حاجه بتتكذب هتبان اوريدي فدي الواحد ما يبقاش دايركت اوريدي بيتكلم مع الناس دي حاجه تاني حاجه هو مش شرط فاهم ان مثلا جاب لك علبه شوكولاته ف مش مستنيه مثلا حاجه ب 500 جنيه مثلا او 1000 جنيه دي لا مش مستنيه فدي اللي هتعلي مثلا كتجري بتاع البني ادم اللي قصادي ان هو يبقى بني ادم احسن فما دام ما تجيبش شوكولاته اغلى بس كل واحد بيجيب قيمته انت عارف في ماشي مفيش مشكله بس يعني وبعدين داخل يتقدم وبتاع لازم شكله يبقى ماشي مش فكره هو جاي يعني انت قلت له مثلا لا انا كبير شويه ف قد ايه؟ 32 ايه ده بجد؟ مش باين عليك خالص سبحان الله الحمد لله انا بيعجبني الستايل ده قوي يعني مش فكرة ستايل والله ولا أي حاجة بس فكرة وحلوة ساعتك على فكرة وسيم ده حقيقي يعني أنت عارف إن الراجل بيبان من ساعته وجزمته؟ عارف عشان كده لا مش عشان كده والله أنا عادي ما بتفرقش معايا طب أنت مش شايف نفسك إن أنت جاي أشيك مني؟ مش فكرة والله أشيك أو حاجة فكرة إن هو صاحبي وراجل
بس انت يعني انا عايز افهم بس يعني انت اختيارك مثلا او مثلا انت تيجي مكانه تعرفنا يعني على بعض كده يعني لما طب وانت حبيت ان انت قلت له مفيش مشكله ممكن هو يجي لك مثلا كده اه لان انا بحب الحاجات الدغري مش بحب ده كويس ده كويس ان انت يعني بس برضه لو شايفه من الاول خالص ان ممكن ما يكونش مناسب ليكي فما كنتش كده يعني مش بتحب الشعر الطويل ليه انا ممكن اقصه على فكره طيب فكره بس معلش عشان ما نخش في حاجه تاني واسئله تانيه فكره بس اللي انت يعني خليتيه يجي وكده في الاول خالص عشان سبيله احراج يعني مثلا عشان لا خالص يعني انا بصراحه مش بحبه بس هو قال لي عايز نرتبط فقلت له اوكي انت ممكن تيجي البيت تمام بس لما شفتك غيرت وجهه نظري وبعدين انت ظروفك احسن مش فكره ظروف ولا اي حاجه لا خالص مش فكره ظروف ولا اي حاجه بس فكره ان انا مش هبص لحاجه ولا دي فاهمه يعني انت مثلا هو جاي مثلا يقدم لك فانا استحاله ابص لك اصلا فاهمه عشان انت جاي تقدم لك بص زي مثلا لو في واحده مرات واحد صاحبي مثلا هي شكلها كويس وشكلها ممكن تكون بتبص لي مثلا من حاجه فانا مش هينفع اقول لك فاهمه نفس الحاجه بس لا حبيبي ف يعني بتكلم في حته بس الخير وبتاع كل شيء اسمه نصيب تمام وانت نصيبك ان شاء الله هيجي لك يعني انا اسف ايه ده ما شاء الله انتوا خدتوا على بعض قوي ما شاء الله قاعدين مبسوطين بصراحه لا عادي كنا بندردش لا ما شاء الله انا شايفك مبسوطه وسعيده طيب عايزين طب يا عثمان انت ايه عايزين نتكلم في تفاصيل يا استاذ بيه نتكلم بس في التفاصيل بتاعت عثمان لا بتاعت حضرتك لا بتاعت حضرتك لا انا شايف انها مرتاحه قوي لا مفيش مشكله حته ال لقيتكم مرتاحه او كده بس وهي انا كلمته فوق قال لي اه يا عثمان ان انا يعني موافق وكده معلش عشان بس ودني حاطط السماعه بسمع بيها الله يسلمك انت كنت بتقول ايه من شويه؟ لا حضرتك اللي كنت بتقول انا ما كنتش حضرتك اللي بتتكلم في حاجه انا شايفها مرتاحه ليك ما للاسف مش شايفها ايه؟ يعني هي بس عشان صاحبي وكده فانا لا ما انا اقنعته فيه على فكره ولا حتى لو هو اقتنع اوريدي بس يعني كل نفسه مش هو قال لي هو قال لي ما فيش فرق بيني وبينه لا خالص ما فيش حاجه اسمها كده ايه؟ ما فيش حاجه اسمها كده اصل انا شايف عارف سعاده بنتي فين؟ فاحنا نتمم الموضوع دوت ما يبص هيك لو الموضوع يعني بيتقايل مثلا في حته الموضوع يكون مادي اكتر فاهم كده استغفر الله العظيم يا رب بنت عيطت اهي طيب انتوا يا جماعه انتوا كده هتتعبوا اعصاب بنتي لا انت مش عارف حاجه يا بابي انتوا هتتعبوا اعصاب بنتي كده انا كده مش عايز انا كده انا كده مش عايز في ايه استغفر الله العظيم قولي لي نتمم اي حاجه دلوقتي عشان نخلص لا ما مش حاجه هنتمم لا ايه عكسك ولا فوق ازاي يعني لا جلال اخويا ما عملش حاجه زي كده شعرك حلو انت حضرتك عكسها واحنا فوق بص عايز ما ينفعش ان انا يعني اكون حضرتك يعني انت راجل فتحت لنا بيتك يعني فمش شايف طيب انا مثلا في دورك انا بتقول له ايه في ودنه هي لا جلال اخويا ما عملش حاجه زي كده لا قلت لي انا بقول لك ازاي عكس كنت وخطيبه صاحبه ازاي ها حبيبي بس في حاجه بس معلش ثانيه واحده بس قلت لي ان انت بتحبني ولا ما قلتليش الله بحبك على ايه لا قلت لي ان انت بتحبني قال لي ان هو معجب بيا ايه ده بص حضرتك معلش بس في حاجه غلط هو في حاجه غلط موجوده في الموضوع اوريدي حضرتك بس مبدئيا ما كنتش عايزهم ان هما الاثنين يقعدوا هناك لوحديهم وسبتيه ومع بنت حضرتك وطلعت فوق وقعدت عشان حته الخيره وبتاع تمام دلوقتي هي بتمد ايديها عليهم بتتكلم ومش عارف ايه وحاجات انا مش عارف هي بتتصرف كده ليه ما علينا بس اوريدي يعني بس انا معلش انت مش قلت لي واحنا قاعدين ان انا شعري حلو ما جاش الكلام ده خالص لا قلت لي كده بص اقول لك على حاجه يعني ممكن لو في حاجه انت قلت لها شعرك حلو ما ينفعش ان انا اقول لها كده حاجه زي كده انت قلت لها شعرك حلو لا قال لي كده لا قال لي كده قال لي شعرك حلو يا استاذ احنا وقال لي الشميزه اللي انت لابسها مشكله على فكره ايه مشكله ايه مشكله بيني وبين بنتي وبين الجيران وبين الناس دلوقتي ممكن في ناس دلوقتي تيجي تقعد تحكم بيني وبين بنتي وقال لي الشميز بتاعك حلو انت قلت لك الساعه بتاعتك حلوه قلت لك الساعه بتاعتك كويس وان الراجل بيبان اوريدي من الساعه بتاعته او الكوتش بتاعه فاهم او جسمته دي بتبان حاجه الراجل ولا انا معجب بيكي جدا وانا مستواكي احسن مني فانا معجب بيكي وبتاع وشرفت الكلام ده يعني بص ايه هو انت ساكت ليه؟ ساكت عشان الكلمة دي بتقلبني انا شايف انك دخلت في تفاصيل كتيرة قوي بصراحة طب هو قال لي كده اوكي بصوا يا جماعة يعني انا شايف ان في حاجة غلط اوريدي اصلا موجودة وفي حاجة في حاجة غلط هو انا مش هتجوز راجل ولا ايه؟ انت بتتكلمي عليا ولا بتتكلمي لا بتكلم عليك هو انت ساكت ليه؟ مش انت كنت عايزاه هو من شوية هو ولا لا انا ما قلتش عايزاه هو لا هو اللي كان عاجبك لا ما قلتش كده طيب استاذ محمد لا انا هو اللي دخل استاذ محمد طيب احنا هنستاذن حضرتك معلش احنا اسفين
انا هبتصل بحضرتك. اتفضل حضرتك سيبني الاستاذ جلال معلش عشان نتفاهم معاه. ايه اتفضل استاذ محمد ثواني لو سمحت. محمد عثمان مش محمد. ماشي اتفضل استاذ عثمان معلش انا مش فاكر اسمك. انا اسف. لا لا خليك اقعد حضرتك. اقعد حضرتك. لا ثواني هتكلم بس الاثنين خلاص. انا نفسي مش هعدي الموضوع. طب ثواني يا بابا. ثواني اعمل ايه؟ ثانيه واحده. اتفضل. نعم ممكن تتفضل تقعد. ايه استنى كده. انت بتضحك على ايه؟ بضحك والله بجد يعني. فما في في حاجه غريبه قوي اصلا. ايه الغريب في الموضوع؟ مش عارف يعني. بس احنا اتشرفنا بيكم جدا واتشرفت بحضرتك والله. وخليها فرصه سعيده يعني. هو انت ايه قاعد ساكت كده مالكش اي لازمه؟ انا اللي بتكلم. انا اكبر منه فانا اللي بتكلم. لا مفيش حاجه اسمها كده. لا مفيش حاجه اسمها كده. المفروض هو الكبير فالمفروض لما اجي اتكلم عليك المفروض برضه. ماشي. لا بس انا هنا اللي ليا رايي. خلاص في رايي خلاص. بتمشي رايك عليه يعني؟ احترمه يعني. ف ايوه. طب انت جاي استاذ ابي ليه يعني؟ تفهم اي كلام. انت جاي استاذ ابي والله. مين يا استاذ ابي؟ انا بتكلم الحق يا ابني. الله انا بنتي بتقول لي حاجات. انا كنت فوق ولا كنت معاك ولا شفتكم؟ على فكره بتقول لي كنت بتعاكسها وكنت بتقول لها شعرك حلو. لا عاكسني يعني. انا سايبك باصص فيك. عاكسني يا عثمان. بقول لك عشان يعني والله المفروض بواجهه وعارفك واثق فيك يعني. ليه احسن يا استاذ؟ انا كان عندك مصحف مثلا ممكن نحلف لك عليه او حاجه. مصحف تحلف لي عليه؟ ايوه. انت لو كنت طولت شويه. طب هاتي لي المصحف بعد اذنك. هاتي لي المصحف يا بسمه لو سمحت. بسمه يا بسمه هاتي المصحف لو سمحت. هاتي لي المصحف بعد اذنك يعني. احنا هنجيب لك مصحف عشان تحلف حضرتك. وهيحلف على المصحف. ماشي هاتي له المصحف. انا عايز افهم يعني. بنتي وقلت لك يعني انا هطلع فوق شويه مع الاستاذ عثمان نتكلم في التفاصيل واقنعه بوجهه نظري اللي انا شايفها من بنتي وننزل لحضرتك تاني. ازاي بنتي تبدا تقول بيعاكسني وتبدا تقول الكلام ده؟ عيب. ده ما يحصلش. عيب. مش بيقول لحضرتك حضرتك واثق فيا وعارفك كويس. عيب. انتوا بيت ناس محترمين. عيب. لا اوريدي ده على دماغنا اكيد. حضرتك ناس محترم وانا عشان حضرتك راجل محترم فانا مش هينفع ان انا اتكلم في حاجه وحضرتك مش موجود اصلا. تمام. انت حضرتك دلوقتي تحلف على المصحف. اهو هاتي المصحف بعد اذنك. سيبيني. لا يا سمحت. احلف حضرتك على المصحف انك بتقول والمصحف ده انا موافق على اذاعه الحلقه. كل سنه وانت طيب. احنا كنا بنبدأ بالفيك مقلب. كل سنه وانت طيب ويا رب يكون مقلب بره. يا رب يكون مقلب خفيف على قلبك. واحنا كنا بنهزر. اه احنا كنا بنهزر. اه ده شعر جدا. عثمان اظبطك يا عثمان. عامه نورتونا في الحلقه ويا رب نكون كنا خفاف على قلبكم. ونبص هنا في الكاميرا ونقول ان احنا الكاميرا فين اصلا؟ هنا ورا الدرايه. لا والله. Shine.